جبل عرفات أو ما اشتهر حاليا باسم جبل الرحمة، هو جبل ارتفاعه 300 متر تقريبا، والشخص الذي في الأعلى طوله حوالي 7 أمتار. والحاج لا يشرع أن يشق على نفسه بالصعود إلى الجبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف داخل الحدود، لم يصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجبل، وليس من السنة أن يشق الإنسان على نفسه بالصعود لهذا الجبل في تحت حرارة الشمس ويزاحم الحجيج بالصعود. هذا هو الجبل، جبل الرحمة، وهو داخل حدود عرفات. هذه المنطقة أيضا المحيطة بالجبل، كل هذه المنطقة أثناء الحج تكون مزدحمة. الآن نصعد إلى الجبل، جبل عرفات أو مشهور حاليا باسم جبل الرحمة. طبعا في سلالم مخصصة للصعود، نصعد إلى أعلى القمة إن شاء الله. هنا أنا في أعلى قمة جبل عرفات أو مشهور حاليا باسم جبل الرحمة، وتظهر منطقة عرفات بالكامل، تظهر حدود عرفات وأيضا الشاخص طوله 7 متر. هذه منطقة عرفات بالكامل أسفل الجبل، منطقة محيطة بالأشجار، وأيضا واضح فيها يعني وجود دورات مياه، وجود الخدمات الأخرى. سبحان الله، يعني هذا المكان يوم واحد في السنة فقط يكون مزدحم. طبعا من ضمن الأشياء الجميلة أن هم وضعوا هنا لافتات على هذا الشخص تبين بعض أخطاء الحجاج بعدة لغات، باللغة الأردو واللغة الإنجليزية والعربية واللغة الهندية. هنا بيت ربي بخير البقاع، هنا الروح تسمو بخفض الجبين، بناك الخليل بأمر الإله، فأنت الحرام وأنت الأمين. مات في المكان وجود مستشفى جبل الرحمة، وجود دورات مياه، أيضا في جميع المواقع في عرفات متواجد خريطة تبين للحجاج أين موقعهم. يعني هذه لوحات خرائط إرشادية، يعني صراحة خدمات ما شاء الله تبارك الله متميزة جدا في المكان، وحتى المكان يعني فيه نظافة مستمرة، سواء في عرفات بكامل عرفات أو في منطقة جبل عرفات. منطقة هنا فيها خدمات ونظافة طوال العام، يعني لا تكاد تجد ورقة في الشوارع المحيطة بالمكان.